إن الأزمة الحقيقية بتيجي في إن في ستات كتيرة عايشة وهي ميتة، وفي ستات كتيرة عايشة بتموت 1000 مرة في اليوم. قبل الفقرة حضرتك كنت بتعرضي تقرير خطير جدا إن في مصر عندنا 240 حالة طلاق كل يوم، هم 244 حالة طلاق، لأن نسبة الطلاق وصلت عندنا في مصر ل 42%. في حلقة سابقة مع سيادتك كنا اتكلمنا فيها عن أنواع مختلفة من الطلاق، اللي منها الطلاق الصامت، لما واحدة تكون عايشة قدام الناس متزوجة وهي في واقع أمرها مطلقة، وهي بتتمنى كل يوم إنها تخلص من السجن اللي هي عايشة فيه، وده ما بيحصلش. اتكلمنا عن ما يسمى بالطلاق العاطفي، إن في بعض السيدات بتعيش جزء كبير جدا من حياتها وهي محرومة تحت اسم الزواج من إنها تتمتع أو تستمتع أو تشعر أو تستشعر بأي عاطفة ممكن تمر بيها. كل الأمور دي بتخلي الستات تحت ضغط نفسي طول الوقت، بيخليها عرضة للإصابة بالاضطرابات الجسدية أطول يعني الوقت. الجمعية الأمريكية لعلم النفس، أنا أشرف إن عضو فيها، عملت بحث لطيف قوي. هل الستات بتتعب نفسيا أكتر ولا الرجال؟ لقيت برضو إن الستات بتتعب نفسيا أكتر. وعملوا عينة البحث على 4 أمراض، على الاكتئاب والقلق والوساوس والفوبيات واضطرابات الأكل. ولقوا إن نسبة إصابة الستات بال4 اضطرابات دول تقريبا تجاوزت 5%. يعني وسط كل 100 ست في 5 مشخصين وراحوا لعيادات طبية وراحوا لمعالجين نفسيين عشان يتعالجوا. الناس دول وصلوا للكلام ده منين؟ الحقيقة ان الستات بتمر بضغط نفسي اكثر مما تتخيلي، عكسنا احنا الرجال. خلينا نتفق على امر بسيط، الستات جسديا اقوى من الرجال. واكبر دليل، هاتي اي راجل من اللي في استوديو دلوقتي، كل الناس اللي واقفه ورا الكاميرات، ودي له طفل يشيله 10 دقايق. الستات عندها من القدره الجسديه انها تخلف وتلد وترضع وتربي، وتلاقي الراجل وهو قاعد بيعمل حاجه واحده مش مستحمل ان اي حد يكلمه في اي شيء. انا دلوقتي بشتغل، انا دلوقتي بتكلم في التليفون، اوعوا حد يتهرب من مسؤوليته ويجي عشان يكلمني في حاجه فيتهور ان انا ممكن اضره او ارد عليه. كتير من الرجاله بيعملوا كده. ده حقيقي. الستات بتعمل 100,000 حاجه في نفس الوقت. عرض حضرتك لمثال شهر رمضان مثلا. الرجاله بتروح الشغل والستات بتصحى تروح الشغل، الراجل بيرجع ينام والست بترجع تكمل شغل. صح. وبعدها ياكل ويكمل راحه، وهي تاكل وتكمل شغل. الناس كتير من الستات إن لم تشعر بالتقدير من كتير من الأزواج بتتعرض لحالة اسمها السنسيتيفيتي، الحساسية الزايدة. من هي فيري سنسيتيف بيرسوناليتي بتتحول لهايبر تنشن بيرسوناليتي، تبقى شخصية شديدة التوتر. التوتر ده بيعمل حاجة اسمها سايكوسوماتيك سيمبتومز، اللي هي الأعراض النفس جسدية. فتلاقي أغلب الستات، وده كلام على مسؤوليتي الشخصية، تعاني من مشاكل جسدية في حاجة من 3، يا إما مشاكل في الجهاز العصبي، عندها صداع مزمن طول الوقت بسبب معلوم أو غير معلوم، يا إما مشاكل في الجهاز الهضمي، قولونها ملتهب وانتفاخات وما إلى ذلك، يا إما مشاكل في الجهاز التنفسي. كان ليا بحث لطيف اسمه المناعة النفسية. فجت بعض الناس قالت المناعة دي مفهوم جسدي، ازاي بتناقشوا من صوره نفسيه؟ لا، للاسف الستات رغم ان هن كائنات خلقن من ارق ما يمكن، الا انهن يتحملن اكثر ما يمكن. يعني اللي بتتحمله الست في حاله الضغط في البيت او الشغل هو للاسف على عكس ما يروج ليه اضعاف ما يتحمله احنا الرجال. واكبر دليل على كده ان الراجل لما بيعمل حاجه واحده زي ما ذكرت لحضرتك بيبقى حريص انه يتمها، الست عددت الوظائف في نفس الوقت وبتنجح فيهم كلهم. المناعة النفسية دي بتقل امتى وتزيد امتى؟ من حاجة اسمها الابروفل. يعني ايه؟ يعني الست محتاجة من وقت للتاني انها تحس ان انا ابروفد اور نوت ابروفد، انا متقبلة منك بعد ما عملت كل ده ولا مش متقبلة منك. النفسية تقل على طول، وبالتالي مناعتها الجسدية تقل. طبعا، لان الست بتشوف الامر ان ده احساس بالرفض. يعني ايه؟ هي تعبت طول الوقت وادت لده وعملت الاداء بتاعها على اكمل وجه، ده لو ما لقيتش شكرا وكتر خيرك وتسلم ايدك هي بتحبط. والست لما بيجي لها فرستريشن بيستمر الفترات، يعني تحبط في موقف الشغل، تحبط موقف من المطبخ، تحبط موقف من الاولاد، تتلم المواقف دي كلها تبقى ديبرست. الا ان اغلب الستات وعندنا في العالم العربي عامه في مصر خاصه عندهم ملكة ان هم يقدروا، هم محبطات جدا ومتضايقين ومكتئبات يمكن، تبقى مبتسمة وهيلبفول واكتف.
بس وانا ببتسم انا ببتسم وعقلي في الاوتوماتيك ثوتس شغال في ان انا النهارده سمعت كلمه كويسه اتقالت لي، النهارده لقيت مدح بيتقال لي، لكن الابتسامه في كتير من الاوقات بتبقى رياكشن فورميشن، يعني تكوين عكسي، يعني بنعكس ده، وده اللي بيسموه السمايل ديبريشن.